بكم إلى موجز أخبار الآن. قضى 8 متطوعين في الدفاع المدني وأصيب آخرون في غارات روسية استهدفت مستشفى كفرزيت التخصصي في ريف حماة الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المستشفى المستهدف خرج عن الخدمة بشكل تام. قالت مصادر أمنية عراقية إن قوات الجيش والشرطة بدأت بفتح محور جديد عبر منطقة بادوش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في محاولة لتحرير أحياء الرفاع ومشرفة والهرمات وحاول الكنيسية من احتلال داعش. يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه طائرات التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع للقناصة والمدفعية التابعة لداعش في منطقة راس الجادة غرب المدينة، مما أسفر عن قتل 4 من مسلحي داعش وإصابة عدد آخر وتدمير مواقع كانوا يتحصنون فيها. جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية. وخلال استقباله الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في مدينة جدة، تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية. أقر قادة الاتحاد الأوروبي القواعد التي ستحكم المفاوضات مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه حصل على تفويض لخوض هذه المحادثات فيما تعهدت دول الاتحاد في اجتماعها ببروكسل بالوقوف كتلة واحدة خلف فريق التفاوض في وجه أي مطالب بريطانية. حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليغا للمرة الخامسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه بعد فوزه بسداسية نظيفة على فولفسبورغ. فعلى ملعب فولكسفاغن أرينا تمكن بايرن ميونخ من تعويض خيبتيه الأخيرتين في الشامبيونز ليج والكأس المحلية ليحتفظ بلقب الدوري مرة أخرى. واحتاج بايرن لشوط واحد ليحسم المواجهة بثلاثة أو ثلاثية متتالية تألق في إحرازها النجم البولندي ليفاندوفسكي صاحب الهدفين، ورفع روبن ومولر وكيميتش رصيد أهداف بايرن لستة في الشوط الثاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.